بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أفضل المرسلين. أعزائي الأطفال، أحبائي التلاميذ، مرحبا بكم معايا فيديو جديد اللي إن شاء الله غنطرقوا فيه الحرف جديد من حروف اللغة الفرنسية. هو غيكون من الحروف الحركية، أي لي فوييل، غيكون من لي فوييل. وكتعرفوا بأن لي فوييل كما خبرتكم سابقا هو الحروف المتحركة، أي الحرف اللي كيعطي حركة الحرف اللي قبل منه، أي لي كونسون، أي كيعطي حركة لي كونسون، لأن لي كونسون كما سميناهم حروف صامتة ما كتقدرش تقرا بوحديتها. أصدقائي، وهاد لافوييل الجديدة إن شاء الله اللي غنشوفو اليوم هي لافوييل أو. نحاول التوضيح. U U هنا كما كتشوفوا U avec l'écriture scrite، هنا U avec l'écriture cursive. هنا كما قلت لكم شحال من قبل، يعني في فيديوهات قبل، l'écriture scrite هي l'écriture اللي كنشوفوا في لي جورنو، اللي كنشوفوا في الوراق ديال الدواء، اللي كنشوفوا في لي ليكتور، اللي كنشوفوا يعني في اي حاجه مكتوبه طباعيا. وكما وعدتكم مازال غندير لكم درس كنفرقوا فيه بين ليكريتور سكريبت وليكريتور كيرسيف، يعني غيكون درس مفصل ان شاء الله. وليكريتور كيرسيف هي الكتابه، هي الكتابه اللي كتستعملوا نتوما، يعني ملي كتبغيو تكتبوا من الكتاب كتحولوا الكتاب من هذه الكتابه لهذه الكتابه، يعني هي الكتابه ديال لي كوتيديان اللي هما نتومايا ديال المتعلمين. هاد الكتابة هي اللي كتستعملو نتوما، يعني كتحول من هنا من هاد الكتابة لهاد الكتابة. نعاود نذكر بها ليكريتور سكريبت ليكريتور كيرسيف. لافوييل أو أو، انتبهو مزيان للنطق ديالها، أو أو. نحاولو نتجو هاد الكلمة لأن فيها جميع الحروف اللي شفنا قبل، ال افيك الا، R avec U، rue، la rue، والحي، la rue، هنا U E E ديال الفيمينان لأن عندنا la rue كلمة مؤنثة، la rue، la rue، la mule، la mule، lu 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 lu. Je répète U، la voyelle U. U U. هنا أصدقائي نحاول نشوفو لافوييل U مع لي كونسون أو الحروف الصامتة اللي شفنا من قبل. L avec U ça donne lu، P avec U ça donne pu، M avec U ça donne mu، R avec U ça donne rue. Je répète, L avec U, ça donne lu، P avec U, ça donne pu، M avec U, ça donne mu، R avec U, ça donne rue. Lu, pu، mu، rue. D'abord mes amis, on va revenir les consonnes que nous avons vues مع لي فوييل اي لي سون لي شفنا، نراجعوهم باش نبقاو ديما مكابطينهم. وكنتمنى انكم تعاودوا من مورايا اللي كيتبعوا لي فيديو ديالي، الاصدقاء ديالي اللي كيتبعوا لي فيديو ديالي واحد واحد. هنا عندنا لا كونسون ال او لا لا لتر ال افيك ا، لا لا avec U، lu، lu، avec E، les، les، avec O، l'eau، avec E، le، avec E، les، avec I، li، avec E، les. Je répète، la، lu، les، l'eau، le، les، les، les.
عندي هنا لاتر بي لاتر بي افيك ا با افيك يو بو افيك اي بي افيك او بو افيك او بو افيك اي بي افيك اي بي افيك اي بي با pu p po p p p p maintenant ايضا la lettre ou la consonne bien la consonne m avec a ma avec u mu avec e mais avec o mo avec e me avec e mais avec I, mi, avec E, me, ma, mu, me, mo, me, me, mi, me. Maintenant, Aydan, les lettres les chfna, ou les consonnes les chfna, حرف الصامتة, R. ودائما نذكركم بأن هاد لي لتر إلا ما تكونوش معاهم لي فوايل أو لا لسان ما كيتنطقوش هما حروف صامتة حروف صامتة دائما خصهم يكون معاهم واحد لا لتر اللي تقدر تدير لهم حركة اللي كتسمى حركات كتعطيهم حركة avec a r avec a ra avec u ru avec e ré avec o ro avec e re avec e ré avec i ri avec E, Ré, Ra, Ru, Ré, Ro, Re, Ré, Ri, Ré. هنا أصدقائي غنقدم لكم بعض الصور ونحاول نشرحهم لكم نعطيكم الأسماء ديالهم بالعربية وكيفاش كيتقرب الفرنسية. اول صورة عندنا اصدقائي شوفوا هنا مزيان نحاول نطوي ليفر واخا ماشي مشكل بلا ما نطويه لو بيرو لو بيرو لو بيرو هو المكتب المكتب لو بيرو عندي هنا لا جوب لا جوب هي الصاية كنقولوا ليها حنايا الصاية اللي كيلبسوا البنيتات La culotte. La culotte. Ou short. La culotte. Une usine. Une usine. Ma'mal. Ma'mal. La plume. La plume. Hier riche. هنا كيعني ولينا الريشة ديال القلم ديال الكتابة كيكون على شكل الريشة. La mule, la mule, la mule, il y a un tel himar, un tel himar, il y a la mule. La fumée, la fumée, la fumée, ou à Dohan, les charges mille mèmel. La fumée, une tulipe, ou à Nouemen Anoua Zohor. Une tulipe, ou à Nouemen Anoua Zohor, Nouaoud Achermara. Le bureau, maktab. La jupe, saya. La culotte, huwa short. Ou short. Une usine, huwa l'ma'mal. Ou l'masna. La plume, hiya richa. La mule, untha l'himar. La fumée, huwa d'dokhan. Une tulipe, huwa nawa min anwa al-zuhur. إلى هنا أصدقائي نكون قد وصلنا إلى نهاية الفيديو وإلى اللقاء في حصة قادمة إن شاء الله.